مرحبا بكم، هذه حلقة جديدة من اسأل نحمل فيها أسئلتكم واستفساراتكم إلى ضيفنا في هذه الحلقة المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. أستاذ جمال مرحبا بك معنا. أهلا بك أستاذ. أستاذ جمال، يعني وردتك العديد من الأسئلة عبر فيسبوك وتويتر، غالبيتها يدور حول مسألة فض اعتصامي ميدان ربيع العدوية وميدان النهضة، دور منظمات حقوق الإنسان في هذه اللحظة، مسألة العدالة الانتقالية وملف المصالحة الوطنية الذي أنت كنت أحد الشهيدين عليه. ولنبدأ من سؤال محمد عبر فيسبوك، ما هو رأيك في مسألة فض اعتصامين ميادين ربيع العدوية والنهضة، وكيف سيتم ذلك دون حدوث خسائر بشرية؟ أعتقد الوضع معقد أكتر من فض اعتصام أو فض تظاهرة، أنه هذا الوزير الداخلية الحالي لا يمكن أن نطمئن لتعامله مع أي قضية أمنية، مش فقط اعتصامات، مع أي قضية. هذا الوزير كان يجب يعني عزله ومحاكمته، لأنه مسؤول على مذابح خلال فترة الرئيس السابق محمد مرسي، وتحديدا بورسعيد والسويس، وكأنه كوفئ في الحكومة الجديدة بتعيينه وزير. فالحديث عن فض اعتصام لوزارة الداخلية لما يتم إصلاحها، وهي أقرب لآلة قتل منذ أيام مبارك، دون إصلاح حقيقي كأنه بيتحول لدعوة للقتل. هذا من جانب، لكن من جانب آخر، مش كل اللي بيطلبوا بفض الاعتصام في الحقيقة هما ضد المشروع الإخواني أو ضد الرئيس مرسي أو من المعادين لجماعة الإخوان. بالعكس، كتير منهم شايف أنه هذا الاعتصام يعني وقائع تعذيب تمت فيه. هناك بعضهم بيمارس العنف، هناك حمل لأسلحة، وشفناها صوت وصورة. فالوضع معقد. نحن مع إدانة الداخلية وتعيين وزير يحترم القانون وبيفهم يعني إيه فض مظاهرة قد تستخدم العنف، ولكن من جانب آخر لو ما فيش عنف، لو ما فيش حمل أسلحة فهذا الاعتصام فليعتصموا، لكن بشكل سلمي حقيقي. نعم. مش السخرية بتاعت نشيل الأسلحة ونتكلم على إنها سلمية. نعم. الوضع الصعب يستدعي وجود مزيد من احترام القانون وإعمال القواعد الدولية في ده. نعم. اللي ما تبدأش بإننا أروح أفضه فأروح أستخدم رصاص حي. نعم. يعني تحدثت عن نقطتين أساسيتين هما وزير الداخلية ووضع وزير الداخلية الحالي الذي كان هو نفس وزير الداخلية في مرحلة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وتحدثت أيضا عن مسألة السلمية. في النقطة الأولى، تصريحات وزير الداخلية خلال الأسبوع يعني نهاية الأسبوع الماضي وعقب مباشرة ما حدث أمام المنصة وما رأيناه جميعنا على شاشات التلفاز، كنا نرى الجثث ملقاه على الأرض، وهو قال أن الداخلية لم تطلق الرصاص الحي، لم تطلق أي يعني أعيرة نارية في مواجهة المتظاهرين، وقال أيضا أنهم بصدد تفعيل مرة أخرى أمن الدولة وخاصة المتابعات الدينية والمتابعات الدينية وغيرها. يعني كيف ترى هذه التصريحات في ذلك اليوم وفي ظل هذه المرحلة؟ الأول، الحديث على أنه الداخلية لم تطلق رصاصة، ده سبق في المؤتمر الصحفي المتحدث باسم المجلس العسكري واللواء هاني عبد اللطيف، كان فيه كلام على تبرئة الداخلية وتحويلها لجهاز طاهر وشريف. في الحقيقة كذب الاثنين. هذه الوزارة تعمل كآلة قتل، الآن تمارس يعني العنف والعنف المضاد ضد أتباع جماعة الإخوان المسلمين اللي كتير منهم بيمارسوا العنف والتعذيب وبيحملوا أسلحة، لكن ليس دعما للثورة، هو انتقام من الثورة. هذه الوزارة قيادتها اللي موجودة لم تنسى أن الثورة طلعت يوم عيد الشرطة، طلعت في مواجهة قمع الشرطة. هذه الشرطة لم يتم إصلاحها. الآن الحديث عن انتقام. نعم. من الداخلية. الحديث أيضا على أنه لم نطلق رصاصة، هل سأفترض جدلا، وأنا أرى أنه كاذب تماما.
وزارة الداخلية مش دورها انها ما تطلقش فقط الرصاص، هي دورها انها تحمي المتظاهرين. طب ده هؤلاء يستخدموا العنف عليها، ان استخدام القوة فقط اللازمة لوقف عنف وحماية كل الناس، مش دورها انها تقتل، دورها انها تلقي القبض على اللي بيمارس العنف سواء من الاخوان او من اطراف اخرى وتقدمهم للنيابة. لو اتقال اصل هم بيمارسوا العنف ودي محتاجة اجراءات خاصة، هي فعلا محتاجة اجراءات خاصة، ووزير داخلية مختلف او وزير داخلية خاص وجهاز شرطة خاص. ليه في اللحظة دي طول الوقت بنطالب بانه لا دي مرحلة مكافحة الارهاب؟ طب انا وزارة الداخلية بتمارس الارهاب، هآمن لها ان هي هتفض ارهاب البعض او ممارستهم بالعنف؟ يعني انا كانه قاتل اجير. نعم، مساله عوده امن الدوله، يعني الا يرجعنا ذلك الى المربع ما قبل 25 يونيو، يعني قامت 25 يونيو لمواجهه بطش الشرطه، وكما قلت قامت يوم عيد الشرطه. نحن الان في مواجهه وزير يتباهى بعوده امن الدوله والمتابعه الدينيه والمتابعه السياسيه مره اخرى. المتابعه الدينيه والمتابعه السياسيه معناها عوده مكاتب امن الدوله اللي هي لا تكتفي الدين، دي معروف التيارات الدينية بفصائلها المختلفة، الجهاديين وجماعة الإسلامية والإخوان والسلفية الجهادية وغيرها، والسياسية دي معناها الطلاب والصحفيين واليسار والقوميين والصحفيين والمجتمع المدني. فالمكاتب كل من كلها شارك بالثورة، المكاتب اللي كانت موزعة إدارتها الحقيقية في لازغلي بين الدور الثاني والدور الثالث وتحت الحجز وفوق التعذيب في الرابع والباقي الإدارات بكاملة في مدينة النصر. في الحقيقة هذه نقطة سوداء تحسب على حكومة أو نظام جديد لم يقدم لنا شيء بعد، يعني هذه تحسب على الدكتور أو المستشار عادل منصور وتحسب على الدكتور الببلاوي، ولن نسمح به، يعني لا يسمح بأنه هذه الطوارئ اللي هي عشنا فيها يعني 30 سنة وكانت بتدي صلاحيات مفرطة لضباط الشرطة اللي كانت مختزلة في أمن الدولة في مواجهة المواطنين. طوارئ بتستخدم ضد كل الشعب، لا تستخدم فقط ضد من يمارس العنف أو الإرهاب. الطوارئ تستخدم على كل صاحب رأي. قبل أن ننتقل لنقطة الطوارئ، هي موجودة بالفعل في أسئلة لاحقة، تحدثت أيضا عن مسألة سلمية التظاهر، يعني نحن أمام مشهد ملتبس كما قلت، هناك على حد قولك تعذيب في اعتصامي ربعة والنهضة وأن ذلك تم رصده بالفعل. ما الذي يجب عمله لضمان سلمية هذه التظاهرات؟ وإن خرجت هذه التظاهرات عن سلميتها، إلى أي مدى يمكن تبرير ما الذي حدث من قبل الشرطة ودعوات يعني مجلس الدفاع الوطني بالأمس القريب طالب بفض الاعتصامين؟ وزير الداخلية قال سنقوم بفض الاعتصامات قريبا، سيتم فض هذه الاعتصامات. ما الذي يجب الوقوف عليه في هذه النقاط السلمية ومواجهة التظاهرات التي تخرج عن نطاق السلمية؟ لو أصر الإخوان المسلمين والمؤيدين اليوم اللي في هذه الاعتصامات على حمل أسلحة وحماية متورطين بالتعذيب واستخدام العنف في مسيرتهم، واحنا مش ناسيين بين السرايات والمانيا والاسكندرية، لو أصر طبعا هناك مدعاة لفض التظاهرات، لكن من يجب عليه فض التظاهرات وكيف؟ هذا الوزير لا نثق فيه ولا نثق في وزارة الداخلية، واللي خلانا قاعدين يعني صبرنا كتير جدا، لا اللي علينا الآن يعني وقفهم عن الامتداد أو عن التحرك وسرعة إقالة هذا الوزير، وإن يجي الوزارة الداخلية فيها ضباط بيعملوا من يعني لإصلاح وزارة الداخلية وبيفهموا في القانون وبيعرفوا يعني إيه سيادة القانون. دول موجودين لكن نكل بيهم في عهد المجلس العسكري ومرسي، والآن صوتهم ضعيف. ينفع أو إنه ما ليست جديدة وما فيش حاجة اسمها نعمل بعدين أو خلي الإصلاح بعدين. لو عايز تصلح البلد لازم تبدأ من عند وزارة الداخلية. عين قاضي وزير للداخلية لأنه هو منصب سياسي ومحتاج حد لأنه وضع حساس، محتاج وزير بوضع حساس. الحديث على أنه قيادات الداخلية وتمتعد وتتزمر
اللي يتذمر من سيادة القانون يقعد في بيته على طول. اللي عايز يشتغل خدمة القانون مش هيفرق بالنسبة له مين الوزير الداخلية. الكلام ده هناك إجراءات سريعة يمكن أخذها يعني في أقل من شهر. اللي الصح نفسه هياخد فترة. لكن لابد نبدأ بيه دلوقتي. نعم. إذن أنت تتحدث عن ضرورة أن تلتزم اعتصامات ميداني ربعة والنهضة بالسلمية التامة ونبذ كل ما نقل من هذه الاعتصامات عن العنف، وتتحدث أيضا عن عدم الثقة في قيادة وزارة الداخلية الحالية للتعامل مع مثل هذه المواقف المتناهية الدقة. تعليقك على العدد الذي راح في أحداث المنصة تحديدا، كيف ترى كل هذا الرقم في مثل هذه الأحداث؟ هل هذا مقبول؟ دائما احنا لم نتمكن، ولا الشرطة بتسمح ولا المعتصمين بيسمحوا بوجود، لان في زملاء محامين من الشبكة راحوا يعني عشان يشوفوا. طبعا الوضع كان صعب، وللأسف الآن في حالة الاستقطاب الحدة، الأطراف إما أنت معاها تماما أو بيرفضوك. فاللي حصل أن يبقى في موقف ضد محامين منظمات حقوق الإنسان الآن. العدد ده دائما السلطة هي المسؤول الأول. قد لا تكون المسؤول الوحيد لكن هي المسؤول الأول، بمعنى أنه معروف أن هذه الوزارة ليس خلال أكثر من 30 سنة ليس لدينا أي خبرة معها أنها احترمت القانون في فض اعتصام أو تظاهر أو إضراب، إنها بتراعي قواعد إطلاق النار، أنها لم تستخدم حتى في لو في ضرب نار في مواجهتها لا تستخدم النيران اللي هي الكافية فقط للاعتصام، دائما استخدام مفرط. أنا بذكر إنه خلال الثورة وخلال المجلس العسكري وخلال مرسي دائما القتل بيبقى في الجبهة أو هنا. القواعد إن أنا بشل حتى لو اضطرت لإطلاق النار، لو أنا بيعتاد عليا بطلق في السوق مثلا. تمام. وبطلق في الهواء في البداية. شريف عبر تويتر يسألك عن رأيك في رد فعل مؤسسة الرئاسة بكل من فيها بين قوسين دكتور البرادعي، ورد فعل الحكومة على ما حدث في أحداث المنصة. رد فعل الحكومة، ما الحكومة على أي على أحداث الحكومة المنصة؟ يعني كيف رأيت رؤيتهم لأحداث المنصة وتبريرهم لها عقب حدوثها، سواء وزير الداخلية أو رئيس الحكومة دكتور حازم الببلاوي، الرئاسة بمن فيها المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت، الدكتور محمد البرادعي، الدكتور مصطفى حجازي وغيرهم، المسلماني، يعني كثير من الأسماء كان يجب أن يكون لها رد فعل أو على الأقل تصريح ينبذ ما حدث بشكل قوي. كيف رأيت تصريحاتهم أو حتى على الأقل صمتهم؟ للأسف أنه حالة العنف وحمل السلاح اللي بيرفعها يعني مؤيد الرئيس المخلوع، اللي هي دائما في حالة فزع لما يبقى مواطنين يستخدموا عنف أو يستخدموا تعذيب، فبيتم أحيانا تغاضي أو غض الطرف على استخدام المفرط في القوة من وزارة من الشرطة. الحديث على إنه الاعتصام والتظاهر السلمي أكيد مقبول، لكن كمان حملك للسلاح لا يعني أن أنت بتعرض نفسك لاستخدام من جهاز داخلية. أنت تواطأت، ونظام الرئيس مرسي تواطأ على إصلاحه، ما زالت موجودة، أنت عارف اللي بيواجهك إيه، وعارف أيضا أنه هذا العنف، دائرة العنف اللي بتدخلوها فينا لا تقتصر حتى عليكم، بتعم على المجتمع كله. وكان بيستخدمها مبارك ذريعة لفرض الطوارئ على كل الشعب المصري اللي كلنا عانينا منه، وقد تستخدم الآن لفرض حالة طوارئ جديدة إنها تبقى خيمة مظلمة على الشعب المصري كله. وبالتالي في هذه الحالة الداخلية استخدمت قوة مفرطة وخبرتنا سيئة معاها جدا، لكن أيضا الطرف الآخر اللي بقى معروف إنه بيعذب وبيكفر وبيمارس العنف ليس بريء. وطول ما هم بيشيلوا السلاح وبيمارسوا العنف وبيمارسوا التعذيب، هنلاقي أصوات بتتكلم على قمعهم، عليهم إن هم يقفوا ده تماما. لكن أيضا علينا إنه نأكد إنه من لم يمارس عنف، من لم يمارس تعذيب، من لم يحمل السلاح فهو آمن. مش هنقدر نقبض
على مئات الالاف ونسجنهم لهويتهم، بس كمان لن يفلت واحد مارس التعذيب او العنف او حمل السلاح او تسبب في القتل من المسؤولين او من جماعه الاخوان المسلمين. نعم. يعني ننتقل بعد هذه الإجابة إلى سؤال من رانيا عبر فيسبوك تسألك عن تعليقك على تفويض الدكتور حازم الببلاوي ببعض اختصاصات قانون الطوارئ ومنح الضبطية القضائية للقوات المسلحة في هذه الأيام تحديدا. أول ما قريت خبر تفويض الدكتور الببلاوي في موضوع اختصاصات الطوارئ وأن ده لا يعني تطبيقها، تذكرت التعديلات اللي عملها المستشار احمد مكي على قانون الطوارئ وقال انه التعديلات دي مش عشان تتطبق. الحديث عن الطوارئ الان يعني حتى لو افترض جدلا ان الطرفين كانوا صادقين، مصر مليانه كوارث ومش هيحل الكوارث دي والازمات الامنيه والعنف اجراءات بوليسيه. اللي هيحل ده هو سياده قانون وسماع والتوقف عن التشنج. كلمة طوارئ الآن في الحقيقة بترجع على طول يعني اللي قلنا القمع والفساد والإرهاب اللي كانت بتمارسه وزارة الداخلية، ومش صحيح أنه هذا بيوجه في مواجهة الإرهابيين فقط، بيوجه لكل المواطنين المصريين، فعلينا نرفض ده ومش هنقبل ده. يعني بافتراض أننا سنرفض، يعني بأنكم سترفضون تطبيق أو يعني مسألة قانون الطوارئ أو عدم قبولها، ما الذي قد يؤديه يعني ما يؤدي إليه ذلك؟ يعني في النهاية سيتم تطبيق، إن إحنا لو تم تطبيق حالة الطوارئ كأننا بنرجع تاني لما قبل 25 يناير 2011. هذا الوضع الذي جعل المصريين يخرجوا بالملايين ضد الدولة المختزلة في وزارة الداخلية المختزلة في أمن الدولة اللي بتستخدم الطوارئ. نعم، إذن نحن لدينا مشهدين، مشهد الطوارئ ومشهد عودة أمن الدولة، وكلاهما يعود بنا إلى ما قبل 25 يناير. يعني هناك سؤال يفترض أنك كنت من المؤمنين والداعين ب30 من يونيو، ويسألك هل أنت نادم في هذه اللحظة على مشاركتك ودعوتك في الثلاثين من يونيو أو لا؟ السؤال من محمد عبد الله. 30 يونيو جولة من جولات ثورة المصريين اللي بدأت في 25 يناير. 30 يونيو الناس خرجوا ضد حاكم كان لابد يرحل. الانتخابات المبكرة ما هياش بدعة، حصلت في دول لما رؤساء بيكذبوا أو بيفشلوا أو بيستبدوا. مرسي عمل التلاتة. الإخوان يعني أضرونا فترة حكمهم، والإخوان بيضرونا بعد ما رحلوا فترة حكمهم باستبداد وقمع وخطاب الطائف والكراهية اللي انتشر في خلال السنة اللي حكموا فيها، وبعد رحلهم إنه تاني تكفير ووصم بالخيانة لكل من خرج. مش قادرين ياخدوا بالهم ان المساله في قطاعات، غالبيه قطاعات الشعب المصري رفضت هذا الرئيس باسباب، مش لانه اخواني. هناك الالاف ان ما كانش الملايين اللي انتخبوه هم مش اخوان ومش داعمين للاخوان. انا هتكلم يعني على نفسي، انتخبناه وفشل، عمل اعلان دستوري. انا انتخبت رئيس عمل اعلان دستوري اصبح صلاحياته اكتر، يعني صلاحيات الهيه، أصبح هو المشرع وهو البرلمان وهو القضاء وهو الدولة. أنا لم أنتخب هذا، هو أخلي بالتعاقد، فعليه كان أنه يرحل. ثانيا هو متواطئ على العدالة، وكان رئيس للأهل والعشير مش رئيس المصريين كلهم. أنا مش نادم على نزول 30 يونيو. مرسي كان يجب أن يسقط، وسقط بإرادة شعبية. الجيش انحاز للناس زي ما انحاز في 11 فبراير. الجيش أو القوات المسلحة أخطأت أخطاء كارثية فترة المجلس العسكري. الآن هي انحزت، لسه ما شفناش، لم نرى. أنا ما فوضتش، أنا لما بفوض على شنو؟ في فارق بين 30 وبين يعني 26 يوليو. أنا مع 30 تماما ونزلت، وكان يجب أن يسقط مرسي. لكن لما بفوض مفيش حاجة اسمها تفويض لشخص، او التفويض كان يبقى الرئيس الجمهوريه.
مع احترامي الشديد يعني للفريق السيسي اللي كان رئيس الجمهوريه اللي لو طلب يقول اني هاخد اجراءات، انما خرجوا الجماهير عشان اطبق القانون. اي مخالف للقانون مش محتاج تفويت عشان يعاقب من خالف القانون. نعم، هناك فارق ما بين 30 و 26 من يوليو، التاريخين كل منهما يحمل دلالة مختلفة لديك، ولكن أيضا هناك التاريخ الذي ألقى فيه الفريق الأول عبد الفتاح السيسي بيان قام فيه بعزل الرئيس المعزول مرسي، ويعني تعيين أو يعني تحديد اسم المستشار عدلي منصور. و هو لم يحدد، هو نعم يعني مسألة أنها التتابعية، نعم التتابعية الدستوري. في هذا التاريخ تحديدا وفي نفس اليوم بدأ الحديث عن قمع الحريات، حريات الرأي، حريات الإعلام، مسألة أن الجيش هو الذي يتصدر المشهد السياسي. يعني أنت كأحد أهم المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، كيف ترى مسألة قمع الحريات بداية من هذا التاريخ وحتى الآن؟ لما بنتكلم على قمع الحريات بنعني تحديدا الإعلامية. نعم. وبنعني القمع الحريات الإعلامية اللي مارستها السلطة الحالية. نعم. واللي أعتقد في الأول لحظتها كان بقرار من القوات المسلحة اللي هي السلطة الوحيدة المتماسكة الآن. نعم. وجرائم يعني التعذيب وقت وجرائم إباع التعذيب القرار التي مورست عبر مجموعات المؤيدة للرئيس مورس أو المجموعات اليمين الديني. نعم. دول دي وقائع المواطنين يتعرضوا لها. الإعلام ما زلنا ضد غلق أي وسيلة إعلامية، يعاقب من حرض، وهذا التحريض لم يكن قاصرا، لكن رغم أن أغلبيته كان من القنوات الدينية، لكن لم يكن قاصرا عليها. أنه المواطن من حقه يشوف وجهات النظر، القناة تفضل ومن حرض يعاقب. نعم. الجريدة تظل ومن كتب عمود أو مقالة فيها تحريض أو فيها كراهية يعاقب، لأن الجريدة طبعا ما زال حتى الآن للأسف يعني المعلومات لا تغيب، المعلومة في عصر الإنترنت لا تغيب، فده اتحسب على السلطة الجديدة ولم يفيدها بشيء. أنا بتمنى أنه ترجع القنوات، وزي ما تقال في المبادئ أو خارطة الطريق أنه يبقى فيه ميثاق إعلامي، من يخرقه يحاسب كشخص، انما يعني هذا الكائن الجامد القناه او الجريده ما بيخرقوش، اللي بيخرقوا بشر صحفيين هم اللي يقعوا. بين هذين التاريخين ايضا نقف لحظه مع سؤال من كلورادو، هل ما حدث هو انقلاب عسكري ام ثوره؟ نحن حتى الان تقريبا قربنا على شهر كامل، الصحف الاجنبيه والدوليه تقف حائرة حتى الآن، ليست لديه الإمكانية لأن تصفه بأنه ثورة. الانقسام بين كونه انقلاب عسكري أم ثورة ما زال واردا، أنت كيف ترى؟ أنا عارف أن في ناس بيهربوا جدا من هذا السؤال. أنا بالنسبة لي بالتحديد، لو ما فيش ملايين خرجوا ضد مرسي والمبادرة كانت شعبية ومطالبة حقيقية بانتخابات مبكرة، لو ما فيش ده والجيش خرج عزل كان يبقى انقلاب. إنما في الحقيقة المواطنين هذه الجولة الهامة في الثورة هي اللي بدأت، اللي جه انحياز القوات المسلحة لغالبية المواطنين. نفس اللي حصل 11 فبراير، مرسي كان منتخب، طبعا منتخب، بس منتخب لإدارة بلاد ملكها، حولها تمليك، كان هذا يعني هذا التعاقب، فالناس خرجت ضده. اللي حصل القوات المسلحة كان لازم تاخد موقف، فهي انحازت للغالبية، فبهذا المعنى مش انقلاب. نتائجه في المستقبل ده في علم الغيب، إن هل لو مشيت خارطة الطريق كما هي موضوع برلمان وانتخابات رئاسية ودستور جديد، الجيش فيه يرجع كوزارة جوه جمهورية مصر، جوه دولة مصر وليس دولة داخل الدولة، فاحنا بنتكلم على انها دي كانت خطوة مهمة في اكمال الثورة. لو الجيش استأثر بالسلطة وبالحكم، فاحنا بنتحدث على انه ساند الثورة وبعدين تحول لانقلاب. نعم.
ولكن يعني على حد قولك المؤسسة العسكرية انحازت إلى الملايين التي كانت في الشارع يوم 30 يونيو، ولكنها لم تنحاز بنفس الفكرة على الأقل إلى الأرقام أخرى التي كانت موجودة في ميداني ربعة والنهضة وعدد المسيرات الموجودة والتي هي مستمرة لقرابة الشهر حتى اليوم. ولا أقصد هنا بالانحياز يعني كما يقول البعض عودة مرسي أو غيره، أقصد بالانحياز أنها لم تتذكر هؤلاء الملايين إلا بدعوة الفريق عبد الفتاح السيسي للجموع الشعب للخروج لتفويضه لمواجهة الإرهاب. ليس صحيح، اللي خرجوا 30، اللي خرج ملايين المصريين. نعم. وبناء عليه الفريق السيسي عمل خد قرار بالانحياز بناء على الملايين. كون انه مؤيدين مرسي ظلوا ما زال النهارده واعداد كبيره اولاد مبارك او مؤيدين لمبارك ما زالوا موجودين، بس هم اذكياء. اولا هم مارسوا عنف وتم غض الطرف، بس مش بهذه الدرجه ان هم تراجعوا في لحظة وإنهم بقوا موجودين. أنا عارف إنهم بقوا موجودين الآن في غض طرف عليهم الإخوان، يعني هم كل يوم بيمارسوا فيه العنف وبيتحدوا فيه مش بس السلطة اللي موجودة، بيتحدوا قطعات واسعة من الجمهور. كل يوم هم بيخسروا أكتر. يعني عليكم تقبلوا بإن الآخر ليه في البلد دي، على إنه مرسي أجرم في حق الثورة وأجرم في حق مواطنين. وحتى هذه اللحظة هو مرسي لو كان قاعد وما بيتحكمش لدينا بلاغات ضده، بنتمنى انه يبقى فيه عدالة حقيقية تعاقبه، وبنتمنى انه نفس العدالة تعاقب مجلس العسكري لن ننسى. نعم. أيضا في مشهد ما بعد 30 يونيو أنت شاركت في مؤتمر العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، هناك سؤال من خالد مصطفى يتحدث عن يعني في نفس الوقت التي كنتم أنتم فيه في مؤتمر أو يعني اجتماع العدالة الانتقالية، كان الفريق عبد الفتاح السيسي يطالب الجموع بالحشد من أجل مواجهة الإرهاب الذي اتفق على معرفة أنه يقصد بهم اعتصامي ميدان ربع العدوية وميدان النهضة. أية عدالة انتقالية تتحدثون عنها وهناك من يبيت النية للقضاء عليهم؟ الاجتماع كان الساعة 12:30، في واضح أنه الخطاب كان في نفس التوقيت لأن كنت في الوقت ده في الحقيقة في المواصلات في طريقي للقصر الاتحادية. عرفت هناك ببعض اللي جه في الخطاب بتاع الفريق السيسي، وما زال التساؤل عندي، ولأنه ما فيش مصارحة وما فيش معلومات فالتساؤل عندي مشروع جدا، مين اللي كان مفروض يخرج ويتكلم على التصدي للإرهاب؟ هل الرئيس الجمهورية ولا وزير الدفاع؟ لأنه رئيس الجمهورية أيضا هو القائد الأعلى مش القائد العام للقوات المسلحة، فرئيس الجمهورية كان ممكن يعمل ذلك، كان ممكن يبقى جنبه الفريق السيسي ورئيس الوزراء وهو اللي يعلن. إنما أن الفريق السيسي هو اللي يعلن وما يوضحش هل ده كان بتكليف من الرئيس عدلي منصور ولا لا، غياب المعلومات هم اللي عليهم يتحملوا. أنا مواطن عرفت معلومة بحكم على قد اللي عندي، البعض يقرأ الحقيقة، غير كده هم اللي عليهم هم اللي بيخطئوا ما بيدوناش الحقيقة. البعض يقرأ ذلك على أن من يحكم البلاد حاليا بشكل فعلي هو الفريق عبد الفتاح السيسي، بدليل أنه في ذلك اليوم صدرت تصريحات متضاربة تماما من مؤسسة الرئاسة. المتحدث الإعلامي قال أننا نعم نؤيد ما قاله الفريق عبد الفتاح السيسي في الوقت الذي قال فيه دكتور مصطفى حجازي أن ذلك لم يحدث ولم تكن مؤسسة الرئاسة داعية إلى ذلك، وفي النهاية اتفق الأمر على أن نعم الرئاسة تؤيد ما قاله الفريق عبد الفتاح السيسي. البعض وصف ذلك المشهد على أنه الفريق عبد الفتاح السيسي هو من يدير البلاد وليس المستشار عدلي منصور وهو الرئيس المؤقت للبلاد. ما أفهمه أنه اللي بيتم كده خطأ، لأنه في الحقيقة حتى لو القوات المسلحة انحازت وهي المؤسسة الأهم، لحظة وجود رئيس فهو يبقى المسؤول الأول. نعم. بوضوح، فهذه تحسب على الرئيس. هل كان متفق مع الفريق السيسي ولا لأ؟ هم ما قالوش، فأنا بحكم على اللي تقال. اللي فهمته أنه خرج وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وطلب تفويضه والقوات المسلحة. التفويض كمان لا يكون لأشخاص
التفويض يبقى لمؤسسات الدولة للدولة، ما يبقاش يعني فوضوني عشان أقضي على الإرهاب. في الحقيقة أنا مش محتاج مرة أخرى لتفويض عشان أطبق القانون، وأنا لو رئيس جمهورية وفي حالة يعني من الاستقطاب الحد في اللحظة دي، فأنا اللي أخرج أقول ده مش وزير الدفاع. نعم. يعني هذا المبدأ. وضع حرج وحساس، احنا بقالنا سنتين وضع حرج وحساس، وكل ما بنتكلم على إصلاح حاجة يتقلق بعدين مفيش حاجة. العدالة سيادة القانون كل الأوقات مناسبة ليها إنها تتطبق. رئيس الجمهورية المسؤول الأول، هو المسؤول عن اتخاذ القرارات، هو المسؤول يكلف المنوط به، داخلية، العدل، القضاء، وزارة الدفاع، بأنها تاخد إجراءاتها، حتى إنها تاخد إجراءات استثنائية في لحظات، مش وزير الدفاع. نعم، نعود مرة أخرى إلى المصالحة الوطنية. أحمد إمام يسألك عن نتائج هذا الاجتماع، آليات تطبيق ما تم الاتفاق عليه، ما الذي اتفق عليه بالأساس؟ عايز الأول أصلح في لبس عند الناس بيتكلموا على مصالحة وعدالة، لا اسمها عدالة انتقالية، ده جزء، والعدالة تعني محاسبة وعقاب كل من أخطأ أو أجرم أو ارتكب جرم أو حرض عليه. نعم. لابد ده الأول. العدالة ما هيش وجهة نظر، العدالة لابد تطبق، وكمان مش عدالة على سطر وتسيب سطر، يعني مش عدالة على بعض مسؤولين مرسي أو على مرسي واللي من مارس العنف معه أو دعما ليه أو مبارك، وأيضا المجلس العسكري. نعم. احنا بنتكلم على عدالة وفيه شبه اتفاق على أنها 33 سنة. نعم. من لحظة تولي مبارك إلى يعني نهاية مرسي، لأن الأحداث الحالية محتاجة تحقيق، فإحنا بنتكلم على 33 سنة. نعم. ثانيا، العدالة والمحاسبة اللي لن تستثني أحد، وده مازال الإصرار عليها، بعدها ممكن المصالحة، ممكن أطراف تفضل يعني مش عايزة تتصالح، ده مش مبرر لعدم المحاسبة. نعم. العدالة مش وجهة نظر. إذن هذا هو الفارق ما بين الاثنين. فالمحاسبة والعدالة وتطبيق القانون في البداية، بعدين هو يبقى أساس المصالحة. مفيش مصالحة مفيش عفا الله عما سلف. نعم. لأي مجرم. نعم. لأي مجرم. والمجرمين موزعين على ثلاث أنظمة، مبارك وتغمته الحكم والحزب الوطني، المجلس العسكري ورموز الحزب الوطني اللي كان بيساعدهم ويدعمهم، مرسي وجماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد ومن دعمه. كل من مارس عنف، كل من قتل، كل من فسد، كل من حرض. نعم. أنت تعلم أن هناك وزارة تم استحداثها للعدالة الانتقالية، ووفق ما تتحدث عنه، هل ترى أن هناك إرادة حقيقية في هذا البلد لتنفيذ العدالة الانتقالية كما وصفتها أنت، محاسبة كل من أفسد وأضر بهذا البلد 33 عاما؟ هذا كثير. عشان أكون دقيق، هذا اجتماع كان للحديث عن هذا الملف وكيفية التعاون فيه وإنشاء مفوضية. أنا لمست نوايا جدة. النوايا هي خطوة في طريق الإرادة، بس ممكن تقف. نعم. الإرادة بتظهر لما تبقى المؤسسة موجودة وتبدأ تغمض عينيها على مين المتهم وتحاسب كل من أجرم، دي الإرادة. النوايا هو هذا اللقاء، إنه الحديث على إنه 33 سنة، على إنها عدالة تطال كل من أجرم، دي النوايا. فأنا مع هذه النوايا. المفوضية اللي يتم نشأتها وصلاحياتها وتوفير المعلومات ليها، دي مسألة مهمة. يعني هذه المفوضية اللي هي هتبقى من رحم الوزارة، مفروض مفوضية وفقط، ما ينفعش مفوضية ليها صلاحيات زي صلاحيات قضاة التحقيق كده. نعم. لها صلاحيات الأمر، صلاحيات اتخاذ القرار الأول في الوثائق. أنا عايز وثائق من الجيش، وعايز وثائق خاصة بالجرائم، عشان ما حدش يطلع يقول وأسرار يعني عايز الخاصة بالجرائم. نعم. والداخلية والإعلام والقضاء ومؤسسات الدولة، الوزارات المتعلقة بالفساد. ثانيا، أحاسب اللي ما يدينيش الوثائق دي، وإن أنا أتكلم على حاجة و30 سنة بما فيه المسؤولين الحاليين واللي مشيوا،
دي عشان يبقى المفوضية. إنما مفوضية من غير صلاحيات، من غير وثائق ومعلومات، من غير ما تبقى مفيش استثناءات في تطبيق القانون، ده يبقى جريمة أكبر من اللي بتتم. يعني أنا لو عندي 10 مسؤولين بالفعل على إنشاء هذه المفوضية، ده اللي بقول لحضرتك، ده الأساس. واللي اتقال إنه طبعا ده اللي هيتم، هيتم بقى إمتى وإزاي وبأي طريقة، ده اللي يكشفه توافر الإرادة السياسية اللي لسه ما ظهرتش. مسألة توافر الإرادة السياسية في ظل أن يعني هذا الرئيس رئيس انتقالي مؤقت، الحكومة مؤقتة، الوزارة التي استحدثت بالفعل وزارة العدالة الانتقالية وزارة مؤقتة، يعني مسألة المؤقتية ألا تهدد ما تحدثتم عنه في هذا الاجتماع؟ يحسب للرئيس الحالي والوزير الوزير المهدي أنه يأسسوا لها وياخدوا الإجراءات بتاع التشكيلة. جه بقى نظام تاني بعد كده هادي ده او لعب فيه هيحسب عليه. بس انا عندي هنا الشهور اللي جاية دي في الحقيقة تكفي لان انا اطلع لها. وفي بالمناسبة في قوانين جاهزة في ده، يعني مش هنقول هنعمل قانون. يعني اليوم وانا في التحقيق مع الدكتور عمرو حمزاوي قال لي انه هو ضمن اللي عاملين مشروع كامل وقدموه لمجلس البرلمان ايام الاخوان، لكن هما كانوا مشغولين يعني في الحقيقه او اي حاجه غير دورهم الحقيقي، ما تصدقش عليه. وفي مشروع عندنا وفي المركز الدولي للعداله الانتقاليه اللي هي اهم مؤسسه اللي كان بيرقصها مانديلا وليها خبره جاهزه، ثم عايزين الاراده. فده مش هياخد وقت، تتشكل وتبدا. لو حد ثاني وقفها فلينسب لهذا يعني النظام او الشخص اللي هيوقفها. انما الان الوقت اللي موجود يكفي لتشكيلها وتحديد صلاحياتها والمدى الزمني وتأكيد عدم استثناء مسؤول حالي أو سابق. أعود بك خطوتين فقط إلى الوراء، مسألة احتجاز الدكتور محمد موسي الرئيس المعزول ومسألة يعني إحالته للحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات والتهم الموجهة إليه، ما هو رأيك في ذلك؟ الآن إصلاح لخطأ بس مش الصح جد، بمعنى انه من لحظة ما تم عزله لحد ما بدأ التحقيقات لازم يتقال انه كان فين وليه. طيب لما الجزء الثاني انه خلاص اتحقق معاه ومحبوس، لابد يحتجز في مكان معلوم، وانا عارف هنا من الضرورات وعشان الاعتصامات وكذا. القانون قبل اي حاجه، سياده القانون قبل اي حاجه. واحنا ما احنا جربنا 33 سنه من غير قانون، نجرب القانون او اعمل القانون، ولو فشل انا هشوف انه فشل اقول لك انا مع اجراءاتك الاستثنائيه. انما ما ينفعش الاجراءات الاستثنائيه شغاله 33 سنه. مساله التخابر والاتهامات المنسوبه عليه بتخليني انا متسائل، ومفيش شفافيه ومفيش افصاح عن المعلومات، فأنا مش عارف الإجابة لحد الوقت. لما دي الاتهامات يعني موجودة، طب ما هو قعد حوالي سنة ونص بعد ما يعني بعد خروجه من السجن ولحد ما ترشح كان في سنة ونص. عبد المجيد محمود كان بيعمل إيه؟ ده سؤال مهم. والقضاة كانوا بيعملوا إيه؟ خصوصا إن هم ما بذلوش أصلا قضايا في قضايا قتل المتظاهرين، لم يبذلوا فيها جهد والقتلة خرجوا. الحديث يعني كان على التخابر مع حركة حماس، وذلك وقت يعني مسألة فتح السجون في 28 من يناير. يعني كيف ترى هذه الفترة كلها أن تمر ولا يتم حسم هذه القضية، ويتحول الدكتور محمد مرسي من سجين هارب على حد قولهم إلى رئيس جمهورية، أول رئيس جمهورية منتخب، ثم الآن هو يحاكم على تهمة قديمة يعني بعض الشيء؟ أنا يعني من ده موقفنا من أيام يعني مبارك، وبنقوله زي إنه القضايا القانون في مصر شبكة عنكبوت. الأقوياء يعني بيمزقوها والضعفاء بيقعوا فيها حتى هذه اللحظة. وفي الحقيقة يعني مبارك وفساد هو ما كانش متشاف، كانوا مستنى لما يقع مبارك. في الحقيقة جزء من القائمين على القانون كانوا في خدمة مبارك،
المجلس العسكري لماذا لم يحقق؟ طب مورسي دوروا له على جرائم قبل وهو مسجون وقبل ما يبقى رئيس. طب ما المجلس العسكري ماشي متورط في جرائم، افتحوا تحقيقات معاه. نعم يعني افتحوا تحقيقات شكلية. هل هذه عدالة انتقائية؟ عدالة. الآن عدالة انتقائية في الحقيقة وما زال. بس بالمناسبة مرسي عمل بعض الجرائم اللي كرست هذا الوضع. أنا أضرب لحضرتك مثال ولا أمل من الحديث عنه. مرسي كان على مكتبه قضايا عادل السعيد نائب العام المساعد الحالي، عتم وضلل العدالة وكذب، ووداها المجلس ووداها النيابة العسكرية عشان يطلعوا لنا رسالة ويقولوا مش هتشوفوا قضايا بتاعت قطع الاتصالات. رئيس الجمهورية يملك انه كان يقول لهم حركوا القضية، ده هو القائد الأعلى. نعم القوات المسلحة، وهو رئيس الجمهورية اللي شال النائب العام اللي ملوش يشيله، مش قادر تؤمر المدعي العسكري اللي بيطلع لنا لسانه ويقول انسوا دي قضية بتدين عسكريين في قطع الاتصالات في 28 يناير. حاجة تانية، مرسي ضل للعدالة وقال أخبار كذبة أيام واقعة الاتحادية. مرسي رجع أسوأ ما يمكن في جهاز العدالة، وقائع كانت انتهت من السبعينات، إنه سمح مع النائب العام طلعت عبد الله إنه دائما التحقيق النيابة يتم في مقر النيابة، سمح إنه النيابة تبدأ تعمل تحقيقات في معسكرات، وإحنا فاكرين شباب بلاك بلوك اللي تعمل معهم تحقيقات في المعسكر. فانقلب السحر على السحر، فهو عدم احترامه للقانون خلى القانون يقلب عليه، انقلب يعني طواطون اتقلب ضده. نعم بالحديث عن العدالة الانتقائية بين قوسين، يعني منذ أيام قليلة صدر قرار من نادي القضاء برئاسة المستشار أحمد الزند بفصل حوالي 75 قاضيا، يعني أغلبهم في مناصب قضائية رفيعة، لتوقيعهم على بيان يعني ينحاز إلى فكرة أن ما حدث هو انقلاب عسكري، ويطالبون بعودة رئيس المعزول الدكتور محمد مرسي. البعض اعتبر ذلك مذبحة قضائية، كيف تعلق على ذلك؟ عايز اوضح حاجة، انه هو فصلهم من النادي مش كأوضاء، وطالب كتحقيق معاهم، يعني دي ده شأن جوه النادي، لانه هل انا النقابة تقدر تفصلني ولا النادي المحامين ولا كذا. لكن كمان في الحقيقة انا عمليا ومن بدري بقول انا غير مطمئن للعدالة طول ما كان مستشار الزن، وانا هنا اتكلم على دوره السياسي، هو كان ليه دور سياسي، كان ليه دور سياسي دعم لمبارك، وكان ليه دور سياسي هو وعادل عبد الحميد وعادل السعيد وعبد المجيد محمود، سياسي دعم لمبارك والمجلس العسكري، زي ما طلعت عبد الله كان ليه دور سياسي دعم لمحمد مرسي. نعم ففي الحقيقه كاني بحس انه في الشؤون الأوضاع المتعلقة بالسياسة مستشار الزند وفريقه كذبانين الجولة دي، وإحنا بقى كمواطنين خسرانين في هذه الفترة. نعم. يعني أنا لا أطمئن للعدالة والمستشار عادل عبد الحميد وزير عدل. نعم. ولا أطمئن لدور نادي الأوضاع اللي إحنا من 2005 و2006 كنا في الشارع عشانه. نعم. ماشي، لا أطمئن لدوره الآن وهو على رأس المستشار الزند. نعم. ففي الحقيقة لو هم أخطأوا طبعا، لكن هل أنت بريء؟ أنت نعم. أخطأت نفس الخطأ بس أنت المقرب الآن من السلطة. نعم. سؤال أخير متعلق بوضع نشطاء حقوق الإنسان أو من يشتغلون يعني تعني هنا العمل وأيضا الانشغال بفكرة حقوق الإنسان في مصر، وخاصة أننا يعني برنامج يخرج من وسائل التواصل الاجتماعي إلى الشاشة، كيف ترى الهجمة القوية من كل التيارات، سواء من تيارات اليمين أو من تيارات اليسار أو حتى من فلول النظام السابق، على فكرة الدفاع عن حقوق الإنسان في هذه اللحظات المتناهية الدقة؟ إحنا مش مجموعة سياسية، إحنا بنعمل تماس مع السياسة مش الحزبية. أولا إنه انحيازنا دايما للعدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان طول الوقت، ده اللي بيحمينا. بنتهاجم من ده ومن ده طبعا،
يعني أنا فاكر في أسبوع واحد انتقدنا الإخوان لأنهم ضحوا 2008 ضحوا بثلاث شباب في يعني حملة ضدهم، فضحوا بثلاث شباب عشان أمن الدولة يخف القبضة، فهجمونا الإخوان. بعدها بأسبوع دفعنا عنه، يعني الرئيس السابق محمد مرسي في قضية كانت متلفقة له من أمن الدولة، فطبعا الدولة شنت حملة علينا. في هذه اللحظة في الحقيقة قد تكون أصعب، لكن اللي بيعصمنا تماما وما فيش حد معصوم من الخطأ، لكن اللي يحمينا هو أنه لا تنازل على سيادة القانون والعدالة، وما فيش حاجة اسمها نأجل العدل بعدين لما نخلص. في الحقيقة عايز تخلص أي شيء خلصه بالعدل وبسيادة القانون وعلى الجميع. لديك مخاوف من عودة الدولة الأمنية، هل إذا عادت الدولة الأمنية كيف سيكون وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في ظل هذه الدولة؟ هي لم تختفي الدولة الأمنية، لم تختفي، يعني عاملة زي خط بياني بتنشط في فترة وبتكمن فترة. كل اللي نعمله أو اللي نقدر نقوله في اللحظة دي إنه بنشتغل في النور، عارفين إن إحنا بنتهاجم، بس عارفين إن إحنا بنفيد الناس، هم نفس الناس اللي بيهاجموك لما بيتعرضوا لمشكلة بيقولي ما تنسوش دور منظمات حقوق الإنسان والنشطة اللي معاهم في المحاكمات العسكرية وفي قضايا التعذيب أيام مبارك، محاكمات المجلس العسكري وكشوف العسرية فترة مرسي، يعني ما تنسوش شغلنا. وفي الحقيقة بنعمل ما يرضي مبادئنا وما يرضي سيادة القانون من وجهة نظرنا. نخطئ أحيانا طبعا، من لا يخطئ هو مش بشر، يعني خصوصا في فترة زي دي. نعم، شكرا المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، نشكرك شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا كانت هذه أسئلتكم وكانت هذه إجابات ضيفنا في هذه الحلقة المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. لكم تحياتي أنا حياة اليماني، الجزيرة مباشر مصر.